الله معكم. جورج انغمس بوحل المخدرات، كان كل همه كيف يقدر يأمن المواد للتعاطي. أهمل نفسه لدرجة الضياع كالمشرد، وزاد الطين بلة إدمانه للكحول. هالوضع المزري تعب نفسيته جدا، وحاول يلاقي فرص عمل ليغير شوي من حياته، ولكن بسبب وضعه كان دايما ينرفض. هل قدر جورج كيواركيس ينتصر على الحرب الداخلية والصراع المؤلم اللي عانى منه وعايشه؟ لمين رح يشهد بأشهد للحياة؟ أهلا وسهلا فيك جورج. أول شيء مشكور لأنك جاي تشهد للرب يسوع اليوم على الأعمال العظيمة اللي صنعها بحياتك. أنت عانيت جدا مثل ما عم نقول كنا بالمقدمة من صراع داخلي. مزبوط. شو كان سببه؟ اتجهت للطريق أنا من أول كان عمري 12 سنة، فلت من البيت 12 سنة؟ فليت من البيت؟ ليه اهلك ما كانوا قادرين ينتبهوا لك منيح يعني؟ ما خص، بس انا فليت من البيت. ما فيهم يسيطروا عليك؟ ما قدروا. شو تعمل؟ شو نوع التمرد تبعك بالعائلة يعني كان؟ طلعت عشت عم بيت ستة ومرة كبيرة بالعمر. شو السبب؟ ما كنت مرتاح بالبيت. في تعنيف بالبيت؟ لا. ممكن بيك او امك يضربوك او شيء؟ لا. لا. ليه ما ترتاح طيب؟ ما بعرف. ما ارتحت. طلعت عشت عم بيت ستة. عشت عندها 11 سنة. كان بدك نوع من الحرية يمكن. ما بدك أهل يضبطوك. ستك ما رح تضبطك وتشد عليك كثير مثل أهلك. كنت قلنا مثلا نازل عند أصحابي أنا روح أخذ ممنوعات. كيف بلشت هيك؟ على 12 سنة بلشت إنه أشرب سيجارة. عزموك رفقاتك تدخن سيجارة؟ لا ما خلص، أنا صرت مثلا شوف شو هيدا وشو هيدا. في منطقة اسمها فنار فوق، كان فيها كثير عالم. اطلع لفوق، ضل فوق، عيش معهم. للشباب؟ كلهم أكبر من عمرك؟ ما مشيت مع حدا أصغر مني. دايما يقال إنه لما يعاشر الولد شباب أكبر من عمره بيروح أو بيستفيد، بيصير عنده حكمة أو النقيض يعني بينتزع. مزبوط. بيتعلم أشياء مش لعمره. بيتعلم أشياء أكبر منه. نعم، مثل شو؟ كثير أشياء، يعني هن كانوا أكبر مني بكثير. وقاطي عليهم كثير اشياء وانا صرت اعمل مثلهم. يعني يحكوا قدامك كلام علاقات جنسيه عابره، يحكوا قدامك انت ولد، يعني كيف عم تستوعب هالمواضيع؟ يعني يدخنوا الحشيشه قدامك. طيب انت بهالعمر الولد عقله بريء، يعني بعد منه شايف شيء، وحتى جسده بعد ما اكتشفه لانه حجمه صغير بعمر 12 سنه بعد حجمك كولد طفل. يعني كيف كان عقلك عم بيستوعب هالامور الكبيره اللي عم تسمعها من رفقاتك؟ يعني هل كنت تروح على البيت عند ستك وتقعد بينك وبين نفسك تفكر فيهم تتخيلهم؟ لا ما كنت افكر. يعني جرب تعيشهم دغري مثل عشت حياه اكبر مني انا. قديش كان صعب عليك انه ضلك تخبي، تضل على طول بوضع ذنب، عايش ذنب، ما بدك تخبر ستك؟ ما بدي اخبر حدا. ما بدك تخبر حدا، وهون يعني عارف انه غلط. بتسالني ستي مثلا ليه هيك منظرك؟ ليه مرخي؟ شو كان يبين عليك؟ مرخي. ما في نشاط. ما في شيء. او مثلا كثير عم شد. تعصب؟ لا كثير عم شد. تتوتر. اخذت كذا نوع انا. طيب قبل ما نحكي بالانواع، شو كان وضع المدرسه هون؟ يعني ما تعلمت، كنت فيل اهرب. ابدا؟ لاي صف وصلت؟ بتيام. للرابع ابتدائي؟ مزبوط. ماشي يعني؟ وقبلوا معك اهلك انك تترك المدرسه؟ كنت روح احط شنطتي وفل، ارجع اجيب شنطتي وانزل على البيت. يعني شو اكثر شيء كان ممكن بيك يأدبك فيه؟ يعني كيف كان ممكن كان قادر يتسلط عليك تعيش بنظام؟ ما قدروا. ما قدروا. جربوا كثير ما قدروا. بس اي طرق يجربوها معك؟ يعني يحكوك؟ مناقشة، حوار، أو بالغصب لازم تروح على المدرسة؟ اطلع على المدرسة وفل. تهرب منها؟ يتشكوا عليك؟ بدق. بتطلع أمي بتقول لها ما أجي له جمعة، بيجي نهار بالجمعة. جمعة؟ أسبوع كامل ما تروح على المدرسة؟ طيب وين تقضي؟ على الطريق. بتعمل مشاكل بالمدرسة كمان لتفل؟
من اي نوع يعني انت حدا بيتعدى على التلاميذ او على مع المعلمة مع الناظرة مع المديرة مش حطني هيك بدون سبب؟ ايه فهمت. طيب انت كنت راضي عن حياتك هيك مثل ما عم تعيشها؟ لا يعني تعمل الغلط وما ترضى عليه؟ غصبا عني كنت اعمل، ما كان في حدا يوعيني، ما كان في حدا ينصحني. بس انت شو تفكر حالك عم تعمل يعني؟ ماشي عم دمر حياتي زيادة. بس انت منك عارف انه عم دمر حياتك؟ لا. انت مفكر انه هي حريتك؟ ايه. طيب خبرني تفاصيل هيك اول مرة انعرض عليك المخدرات. اول مرة ما حدا عرض علي، انا رح جبتها. بدي اعرف شو بتعمل. مين حكى قدامك انه؟ كنت اسمع من شباب انه السيجارة بتنبسط وبتعمل يلفوها قدامك؟ ايه. بدك تشتريها طيب؟ ايه رح اشتريتها. من وين بتجيب مصاري؟ كنت اخذ. كيف يعني كنت تاخذ؟ يعني يعطوني عمي وعمتي وضبهم. يعني مصروفك بدل ما تاكل فيه؟ ايه روح جيب فيه مخدرات. روح جيب فيه مخدرات. كيف عرفت من وين بيجيبوا المخدرات؟ صار يحكوا قدام مثلا بهالمنطقه فلان في كذا شيء كذا تاجر كذا شيء. واطلع انا واسال وجيبه وانزل. صرت تعرف وين امي؟ يعني وين المصدر؟ مزبوط. وما تستغلي السعر؟ لا. ما فكر خلاص بدي اجيبها لو شو ما كان. تمام. اول مره اخذتها شو كانت العوارض تبعها؟ بضحك واكل شوكولاته كثير بس ما حسيت بشيء. بتحب الحلو من بعد؟ ايه كثير. هيدا اللي رغبك برايك انك تكمل جيبها؟ لا بس ما هي مادة بتجيب مادة، صرت أنا مثلا هاي بطلت تعمل شيء اطلع على شيء ثاني، اطلع على شيء ثاني، اطلع على شيء ثاني. مثلا جربت كل شيء بحياتي أنا. كل الأنواع. كل الأنواع. بلشت من الحشيشة لبعدين صرت أدخن مروانة، طلعت على الكوكايين، طلعت على الباز. شو الفرق بيناتهم؟ كل وحدة شيء، بس والباقي كله هن وهم. بس خلص. شو يعني وهم؟ وهم ما فيها شيء. يعني نحن اللي مش مجربينها ما بنفهم عليك شو عم تحكي. وهم. يعني انت شو بتأذيك. شو المشاعر اللي ممكن تحس فيها لتأدمن عليها لتحبها؟ يعني انا اذا حبيت الشوكولا مثل ما عم تقول لانه طعمته حلو. طيب هيدا شو فيه طعمه ليخليك تنغري انك بدك تعلقك. بتبسطك لوقت معين وبترجع بتطير وبتخرم بدك اياها. طيب اللي ببلش يتعاطى منهم شو من كان نوعه؟ لوين بتوديه يعني؟ كثير اشياء. ايه بدي اعرف منك كيف بتصير طباعك؟ انسان انسان غضوب شرير عصبي عنيف؟ ما فيك ما بتضحك بس ما تكون اخذ. ما بتضحك كثير. بتعمل اشياء ما بتعملها بحياتك غصب عنك، ما بتفكر بس تجيبها وتاخذها بتصير تقول مثلا ليه عملت هيك انا؟ شو كان بدي فيها؟ يعني ما في عواقب للخوف، يعني ما بتقول انا ما بتضرب حساب شيء ما بتضرب حساب شيء ولا شيء. كل شيء ممكن تعمله. شو أسوأ اشي عملتها من وراء تعاطيك؟ كثير اخذت اشياء من البيت. سرقت؟ ايه بعتهم كثير. يعني صرت تسرق لحتى من البيت؟ ايه من البيت. مرات البيت ما وصلت معك لا. السرقه؟ لا. طيب ما بتقلي انك عشت عند بيت ستك، ليه يرجعوا يخلوك تفوت على البيت اهلك ما دامك تاركهم؟ عشت اخر فتره انا هلا من 2016 نعم لهلا عشت بالبيت مع بيت لانه فت على الحبس فوق. توقفت. توقفت لاي سبب؟ انكمشت مع تاجر. صرت التاجر بالاخير؟ لا انكمشت مع واحد. نعم. بس الحكم تبعك بالسجن كان لانه عم بتتعاطى. مزبوط. نعم. طيب كنت عم تخبرني عن التعاطي وسيئاته يعني سلبياته على حياتك، يعني شو الاشياء الاخطاء اللي ممكن يرتكبها الانسان؟ يعني السرقه وحده منهم. مزبوط. مضطر تسرق لحتى تشتري وما يعرفوا اهلك انك عم تسرقهم؟ بلا. طيب شو موقفهم؟ اخر شيء خلص نقص كثير غلط من البيت حسوا. شو سرقوا؟ قالوا بدي اخذك. انا يعني غاز تليفون ولو أنية الغاز. غاز ما بتتخبى يعني بدها تبين انه ما في غاز. كان في شيء اربعه بالبيت شلتهم. تليفوني ارهنوا شلتهم.
تليفونك انت ترهنه. شو كمان؟ شو عندي غراض؟ شينون؟ ذهب. كل شيء كل شيء. ذهبيات امك شلتهم؟ لا صرت ذهبيات اختي. اختك كم فرد انتو بالبيت؟ أربعة. شو الترتيب تبعك؟ اي عدد انت الثاني؟ يعني عندك بنت قبلك؟ بنت انا وخيي. بنتين وبعدين شابين. طيب علاقتك باخواتك كيف؟ ما دام في بنتين اكبر منك، ما حدا قادر بحنانها بعاطفتها تقدر تأثر عليك؟ جربوا كثير ما حدا قدر يشيلني من اللي انا فيه. ايه بأي طريقة كانت؟ كثير اشياء. خبرني. يعني يدبروا لي الشغل، يدبروا لي الشغل، يخلوني اشتغل، يقولوا لي بناخذك بنعالجك صحة حال. ما قبل اشتغل يومين اقبض فل. طيب شو موقف اختك لما تحكيك وتوقف حدك لتساعدك انما انت عم تسرقها؟ جربت كثير. شو موقفها منك؟ تزعل منك؟ تنقهر منك؟ تنقهر علي مش تبكي. مني تنقهر علي، اللي عم تعملك بحالك شاب ما بك شيء، هيدي بتنزعلك حياتها. بالفعل نزعت لي حياتها. يعني هي ما عادت همها ان انسرقت مجوهرات ولا شيء، همها خيها بس هم كيف بده يطلع من الاشياء اللي فيها. يعني تفوت تشوفني نايم كل نهار بتنام؟ لا شغله ولا عمله. طيب علاقتك ببيك كيف توصفها؟ مش كثير انا معه. شو المشاكل اللي تواجهها معه؟ كثير اشياء. حابب تخبي؟ لا. بتحب تخليهم لإلك؟ ايه. من البداية من أنت وطفل في شيء بالبيت ما كان يعجبك لحتى تشرد لبرا؟ العيشة. العيشة؟ يعني شو في صريخ أو مشاكل على طول؟ مشاكل كثير. في مشاكل كثير. حدا بيشرب بالبيت؟ كان بيي. كان بيك. لما يعصب ويعيط عليك انت تهرب من البيت؟ ما كان يعيط علي، انا ما كنت حب جو البيت، كنت فل. ما كنت حب جو لما يشرب؟ ما بحب جو البيت، كنت فل. انا خلص قررت اطلعت بيت ستة وعشت فوق وانتزعت فوق. يعني المشكلة الأساسية من جو البيت. هذا اللي انت ما بدك تحكيه حفاظا على اهلك. مزبوط. نعم، وهذا الشيء اللي أثر عليك سلبا. بس يحكوك انه ليش وصلت حالك لهون، صرحتهم بهالموضوع؟ ما قلت لهم ولا مرة انه انتوا السبب؟ ابدا. خبيت هالامور بينك وبين نفسك. هالقد بتحبهم. هالقد بتحبهم، بس ما حبيت حالك قد ما حبيت اهلك. جربوا كذا مرة انه يساعدوني، انا اقعد قلبض يومين وافلت شهر. شو اللي بيخلي الشاب انه يوعد اهله واصحابه انه يتغير وانما يرجع مثل ما كان؟ هي المخدرات ما لها، ما لها شو كيف بقوله، بدها علاج. يعني ما كان اتحاله بيتدمر. عندي كثير اصحاب متدمرين. كيف يعني بيتدمر؟ كثير بدهم شيء مثلا خلص بيصير بده يشتغل فيها ليتعطيها، بيروح 5 و6 7 سنين على الحبس. بيروح تجاره. ايه من ورا مشي بس ليعبي راسه. شو انواع الدمار عم تحكي عنهم؟ يعني هني شو بيصير فيهم؟ بتتحطم نفسيته الشاب، بطل عنده شيء، بطل حدا بيحكي معه لك هالتعجي، لك هالحرام، لك هيدا ولك هيدا ولك هيدا. اذا ما حصلت على الماده شو بيصير فيك؟ بتخرم، خلص بدك تجيبه. ما في شو العوارض تحصل. شو العوارض اللي بتحس؟ تعرق، خلقك بضيء، ما فيك تحكي مع حدا، ما بتتقبل حدا، بتعمل مستحيل تجيبه. في كرايز هيك بنشوفها بالافلام يعني، بس لا هي غير انا ما حسيت فيها هول. ما قطعت فيها هيدي. طيب الشباب اللي سمعنا عنهم من فترات بيقتلوا امهم؟ ايه في هاي الماده اخر شيء نزلت. ايه في مواد بيتعطوها بيصير يحس انه اللي بيقربوا عدوه. مزبوط. انه كانه جاي حدا يقتله. فهو بيبادر للقتل. انا دخنتها هاي. تعطيتها. شو الاحساس اللي كنت تحسه؟ ما في احساس. مخدر. في تدخن وهيك بس. شو بيجيك افكار؟ هي قبل ما تشربها بيجيك افكار كثير، يعني شو ما كان خلص لو شو ما بدك تعمل بدك تحصل لها، وبس تجيبها وتشربها بتصير تندم، بتصير خليك تفكر انه ليك عملت وليك عملت وليك عملت. بيقولوا ممكن تشعر بالهلوسه شي مره. شي مره
هلوسة؟ بتتذكر كيف بيكون وضعك بوقت الهلوسة؟ بتفقد كل الذاكرة ليه عم تتذكر؟ ما بتتذكر شيء أبدا من اللي من اللي بيصير معك. بيقولوا لك تصرفت تصرفات خلاص لا بقول لك كل نهار نايم. انت بقى ساعتين عامل هيك اللي بينام او او هي الماده بتنيم مش انا بنام لبنان. طيب جورج شي مره بهيدا الوقت حسيت انه ما بقى بدي ارجع، يعني قلت خلص انا حياتي دمار مثل ما عم تحكي، لازم انا اعمل شيء بقى بارادتي وقف. طيب شو كانت الخطوه اللي بدك تعملها؟ انا وقتها نزلت تعرفت على ريتا بالجامعه بالحي عندها جمعيه. نعم. صرت اجي لعندها الصبح مثلا ريحتي الكول او مدخن ونازل، تقول لي ما بقدر شغلك عندي. قال لو شو ما كان بدي اشتغل، لو شو ما كان تقول لي ما بقدر. ما ليش فيك بدك تشتغل؟ ما فيك تكون بين العالم لتشتري المواد. اخر فتره ايه كنت بدك تشتغل لتشتري المواد لان بطل معك وما حدا عم بيعطيك وخلصوا السرقات. صرت اطلع مثلا اشتغل بالجمعيه 3 ساعات واطلع اختفي 3-4 ايام وارجع انزل. تقول لي وينك؟ الا بالبيت. بالبيت ضل بالبيت. يعني بس تشتغل لتقبض شيء لتجيب المخدرات. قلت لها لريت، قلت لها بدك تساعديني مش قادر. طيب طيب مخدرات وكحول؟ ايه. طيب ليش زيت الوقت كمان بذات الوقت؟ ما كان حدا يقول لك انه بتضرب دماغك؟ بلا الكل كان ينصحني، ما كنت ارتاح انا. شو هالمتعة يعني اللي عم بتخليك ما ترد على حدا؟ عم بتفضل هالمتعة على كثير عالم. على كثير عالم عم ينصحوك. شو هالإحساس اللي عم تحسه؟ وهم وهم، ما في إحساس، وهم إدمان صعب. طيب حدا من يعني خيك الأصغر منك بقدي أصغر منك؟ مش 5-6 سنين. 5-6 سنين يعني منه عنده صلاحية إنه يقدر يوقف حدك أو نعم. أو يقاومك لحتى ما تشتريها؟ نعم. ما كان حدا يقدر يقوم. كنت تصلي بهالوقت؟ نعم. ما كنت أعرف شو يعني صلاة. ما بتعرف شو يعني صلاة؟ يعني مسيحي بس هيك على الهوية؟ إيه. طيب أنا وياك بنسمع ترتيلة ونرجع منتابع الحلقة. سرقوك مني للخدر، خطفوك في عز صباك، زينوا الدنيا نجوما وقمر، كذبوا وما رحموا.
بيت المحبة والحنان، كل الرفاق أنا هنا، أقوى من الموت الجبان. دنياك ليست للإبر، دنياك ليست للسكر، دنياك أن تحيا جميلا رائعا مثل أفديك حبا، فخذ حياتي وما لدي. ولدي حبيبي يعود إلي، ارجع ولا تقص علي. أم أنا أفديك حبا، فخذ حياتي وما لدي. فخذ حياتي وما لدي. ولدي حبيبي يعود إلي، ارجع ولا تقص علي. أم أنا أفديك حبا، فخذ حياتي وما لدي. ريتا بولس، عم نحكي عن طريق السما، هالمؤسسة اللي فتحتيها نحن بمريم تي في، هيك مثل تبنيناك إعلاميا، صرنا كتير حكينا عن الموضوع. وإنما اليوم هيك حبيت تكوني مع جورج، لأنك أنت كمان تبنيتي لجورج لحتى هيك شوي يقدر يطلع من حالته وتقدر توقفي حده، لأنه في نظرية بتقول كل شخص عم بيعاني نفسيا أو عنده أي صراع داخلي أو نفسي بيقدر ينساه ويتخطي بمجرد ما انه يقوم باعمال خير للاخر. يعني مجرد تعطي حبك للاخر انت بتاخدي بداله سلام نفس. صح. فجورج كمان لابس اليوم طريقنا السما، انا كمان جعت هالتيشيرت اللي بتعبر عن العمل الخيري اللي بتعملوه. كيف وصل لعندك جورج؟ كان عم بيخبرني بفقره الاولى انه كان دائما يقول لك جارتهم دائما يشوفكم عم تعملوا اعمال خير وتطعموا الختياريه والفقراء والجوعانين، يقول لك خليني اشتغل معكم، وانما يشتغل لفتره قصيره وياخذ مصاري شوي ويروح يشتري مخدرات ويغيب. خبريني التفاصيل. مرسي لدعوتكم. جورج من فتره تقريبا 10 اشهر كان يجي لحد الجمعيه ويطلع، يعني هو ابن الحي، يقول لي ريتا شغليني معكم. قال له أنا ما بقدر شغلك لأن أنه ريحتك ألكول، وكان كل الحي يعرف أنه جورج شو مشكلته. هو المشكلة مش أنه بس مخدرات، يعني مخدرات وألكول شيء بيضرب دماغ نهائيا. صح، يعني كن أنا قاطعة 9 الصبح يكون جورج مطفي يحكيني. قال له أنا وين تشوفي؟ على نزلة الجمعية. جورج عشت شوي مثل المشردين، يعني بالشارع طريق. بالشارع وين تنام؟ بالبيت، بس ما اطلع. تطلع عند بيت ستك؟ ستة سبعة الصبح اطلع، نام ساعتين ارجع انزل. مش هيني. مزبوط. مش هيني، شي ببكي شاب عمره هيك يعيش.
تفضلي قطشتك سوري. ولا يهمك. فدايما يجي قال له انا ما فيني سوري. حكيت كمان مع الاشخاص اللي بالجمعيه قالوا لي انت مستحيل انه. قلت لهم طب خلينا نجرب يعني اكيد يسوع عم بيحطوا هون عنا على باب الجمعيه يعني لا. هو بده يعني بده مني شيء بس ما عم بعرف شو. يوم بعد يوم يجي جورج قال له اوكي بس اوعى تشرب بدك تجي لهون اوعى تجي تشرب بس فل اشرب لان في عالم بتجي وبتروح يعني مش مزبوط هيدا الشيء. فمره بعد مره صرت احس حالي انه انا مسؤوله عنه لجورج يعني بس يجي شربان عيط عليه وزعله يفل يغيب يومين ثلاثه يرجع يجي. هلا نحن بالجمعيه بتعطيه مصاري؟ نحن بالجمعيه عمل تطوعي بس لانه جورج شاب طويل عريض انه قول انه حرام بركي بده يجيب دخان او بركي بده يشتري شيء بس انه ما اقدر ما اعطيه ولو مثلا سوري 10 من هون 20 من هون بس اعطيه يختفي جورج. شيء بسيط تعطيه ورغم هالشيء شيء بسيط مزبوط 100% يشتري فيهم مخدرات 100% كان يروح يغيب فيهم. صرت استفقده كثير انا دق له لقي انه راهن تليفونه عند محل التليفونات انزل ارجع جيب له التليفون وقول له خلص وعدني انه ما بقى ترهنه يرجع يجيب تليفون ثاني ويرهنه. اف طيب جورج ما تحس انت حالك انك قليل الوفا مع ريتا مع اللي عم تعمله معك؟ ما تحس بعقدة ذنب؟ يعني خبرني. ما كنت بفكر باول فتره ما كنت بفكر. كان كل همك هي كان كل همها تساعدني وتوقف حدي، انا ما كنت بفكر. نعم. اجي ساعتين وفل. انا ما كنت ازعل منه لانه يجيبوا لك فرح هالساعتين مثلا انت وعم تخدم ولا يعني بيغنوني عن الروحه بدل ما اروح، بقعد ساعتين بس خلص بطل فيه، بختنق بصير بدي اروح. بتحس بضغط. بتحس بضغط نفسي عليك بدك خلص بدك تظهر. تفضلي يا ريتا. لهونيك نهار اكتشفتي انه عم بيشتري فيهم مخدرات. عرفت مزبوط وصار جورج عم بقول لك كانه من مسؤوليتي انا يعني يعمل شيء بالبيت يدقوا لي لالي. نعم. ريتا جورج عامل هيك. هونيك نهار اجى بدي كيف تأمني على تصرفاته يعني ما كنت تخافي انه ممكن يكون عنده ردات فعل تجاه الاشخاص اللي بيجوا لعندك لياكلوا او ليستفيدوا؟ لا انا كنت واثقه بيسوع لان معه ما في شيء مستحيل. نعم. انا كنت دائما صلي له يعني كنت دائما اقول له يا يسوع شو بدك مني ليش بعته لعندي انا بشحطه من هون بيرجع بيجي من هون. اخر مره اجى جورج على الجمعيه قبل ما تتغير حياته اجى كان كثير كان منتهي على الاخر. طلعت فيه هيك قلت له شو عامل؟ شو يعني منتهي على الاخر؟ يعني كان خالص على الاخر كان مدمر كان اخذ شيء ومدمر جاي مدمر على الجمعيه. قلت له شو عامل؟ مخبرني وقال لي انه انا سرقت. اف كمان انت قلت له اطلع من الجمعيه ما بقى بدي اشوفك هون. انا كنت لاني كثير تعبانه معه وخبره واشرح له تنصحيه وانصحه وضل حده وين ما روح اخده معي قول انه بدي لهيه عن كل شيء روح بدي ودي اكل اخده معي روح بدي اجيب اغراض اخده معي. كان جورج دائما يضل مثل ما بيقولوا ايد اليمين حطه معي بالسياره واخده وابرم فيه تلهي عن هالقصص تقربوا من يسوع اكثر ومن الفقير. فشحطته قلت له فيلم ما بدي اشوفك هون. قال لي ما تتركيني. هيدي اللي ما تتركيني حسيت لوت يعني لك قلبي 100% حسيت طالب النجده والخلاص. هو ما بده يكون بهيدي الحياه اللي هو عايشها بس في شيء عم يتحكم فيه. هلا برجع بكمل معك. جورج عم نشوف صور هلا شوي عن الخدمه اللي كنتوا تعملوها وتاخذي جورج معك. جورج بهالوقت يعني انت عم بتخون العهد اللي عم تقطعه لريتا دايما وبالتكرار وعم تتعذب وما عم تقدر تأمن الا من خلال السرقة وشوية مصروف اللي بتعطيك اياهم. طيب ما كان عندك حافز انك يعني بدل ما تقول لا ما تتركيني طيب ما اقول ما كان فيك تقول لحالك ما صعب ما بتقدر ما بتقدر تسيطر على نفسك كثير صعب يعني يعني كيف كان بأي عين ترجع لعند ريتا هيك واحد بيجي مذلول مزني خبرني ما كنت تطلع فيها ما لك عين تطلع فيها بس تطلب انه تضلك عندها ليش تحس انه بترتاح بهالمطرح صرت تساعد العالم وحبيت صار يغنيني عن المخدرات بس اخر شيء ما قدرت يعني صرت روح واجي روح انزل جيب اغراض واجي تستوعب انك تشتري شيء او تجيب لاغراضها لريتا اللي بتطلبهم منك او اذا اعطتك مهمه للمساعده تستوعب يعني راسك واعي انك تقدر تشتغل هالاشغال؟ جورج ما كان يستوعب هو عم بيقول لك ايه بس هو ما كان يستوعب لحاله انا وياه كنا ايد بايد
انا ما يعني ما بتتكلي عليه نهائيا لا يعمل لا لا المهمة. لا 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 انا لان عارفه مش هو اللي عم يتصرف. طيب كان عنده تصرفات عدوانيه اماريه؟ لا ولا شيء. انا كان كل العالم يقولوا لي ايش حاتيه من عندك، هذا انسان بيتعاطى، هذا انسان حرامي، هذا انسان منه منيح. ليش منبوز برايك هالقد اللي بيتعاطى بين المجتمع؟ لانه بيخافوا منه؟ لانه عم يعمل قصص منها مزبوطه. يعني اول شيء عم ياذي حاله، اللي بيأذي حاله ممكن يأذي غيره. بس انا تحديت الكل وقلت لهم جورج حيتغير، وجورج منه هيك. يمكن طيب حدا مثل جورج، مش هو شخصيا يعني اي شخص مثل جورج، ما بتشوفي انه معهم حق؟ يمكن العالم يمكن يخافوا عليك من تصرفاته، يمكن يتحرش فيك جنسيا او شيء من هالنوع. يعني انت ما خفتي من هالموضوع؟ لا لا، لان انا ما كنت مفكره بهالمواضيع، ما كنت فكر انه جورج يمكن يتحرش فيي، جورج يمكن يسرقني، جورج يمكن. لانه مش بوعي، وانت عم تقولي لي مش بوعي. بس انا عم اقول لك، انا اول ما حكيت قلت لك انا متكله كنت على يسوع. شو حلو هالايمان. يعني انا كنت كثير متكله، انا كنت واثقه. حالك محميه 100%، والله عم بيعطيك القوه انك توقفي حده 100%. انا عم اقول لك تحديت الكل وقلت لهم جورج حيتغير. ليه ما عرفتيه على كاهن او كنيسه او بركي يعترف، بركي يرشده يعني يرتاح، او ما كان بعد هالمرحله مناسبه؟ لا بدي اقول لك شغله، كل انسان هو في غير، كل انسان بايمانه في هو يعمل المستحيل. بس هو المعتر ما عنده ايمان بالمره، كان ما بيعرف مين. انا بقدر غيره بايماني، التجأ لعندي، اجى على الجمعيه من خلال ايماني، فللته كثير، لان ربنا بده انه انا يعني حملني هالمهمه. ما بعرف ليه دائما بشارعه كنت، شو بدك فيه بعدته لعندي؟ ليش بعدته لعندي؟ عنده ام وبي وعنده اخوه وعنده قرايب، ليش بعدته لعندي؟ جربت تتصلي باهله ريتا؟ انا على طول على تواصل مع اهله، اهله بس كان جورج يكون يمكن اخذ شيء، وكان يمكن بهيك يمكن يعني شوي عدواني، يمكن يصرخ ويسبسب وهيك، ما يقدروا يهدوه، يدقوا لي لقلي، دق له انا قال له انزل على جمعيه، ينزل جورج. بتعمل كرايز هيك نفسيه عصبيه؟ بس تتعاطى؟ مش كرايز، يعني جورج خبره انه مش بكرز، بس بيعلى صوتي وبصير ما بقى يلقى حدا يحكي، يضيق خلقه. بتكسر يضيق خلقه مثلا، ما حدا يحكي. شو خليت بالبيت؟ يعني اذا سرقت الاغراض وكسرتهم ما خليت شو خليت لهم بالبيت؟ نحن عم نضحك بس هو شيء مبكي. شيء ببكي صح. عم نلطف الاجواء شوي لجورج لانه موتر ما قادر يحكي كثير، فهيك حبينا نمرق لك مسحه ما تزعل. لا اكيد هلا هو قاطع، هو قاعد هون، بس كل شيء يمكن قاطع قبل عم يتذكره هلا، مع انه نحن هلا قطعنا بس يتذكره بيزعله يعني. أي. مبين على وجهه انه مش قادر يعبر، بس هو كثير قوي. مشان هيك استعنا هلا فيكي وبخبرتك مع جورج لنريحه شوي، يقدر يرجع يعبر اكثر ان شاء الله بعد شوي. ريتا هون لما شفت انه ما بقى في مجال بالتعاطي مع جورج وما عم يتحسن، شو اخذتي موقف؟ قررت انه طلع عمر شاربل. انت طلبتي منه يروح عمر شاربل؟ انا طلبت من شخص معي بالجمعيه يطلع عمر شاربل. سامع شيء جورج انت عن عمر شاربل؟ كانت اكيد بتعرف شو بيعمل عجايب بي يعني بشفاعته ليسوع بيطلب لنا الرب، بيعطيه كل هالمجد ليعمل اعجوبه. ايمنت انه اذا طلعت ممكن يساعدك؟ شو حكيت بينك وبين نفسك؟ قلت له يا عمر شربل داخل اجراك، بديك توقف حدي، انا كثير متعذب بحياتي، ولا نهار شفت يوم حلو، كل حياتي ادمان. بديك توقف حدي وتساعدني. وانا بوعدك واقف على جاي. شو صعب جورج يعني بكيت؟ ايش؟ بكيت. رجعت البراءة هيك تدخل يعني تتسرب على نفسك وعلى عقلك، براءة الطفولة اللي فقدتها بعمر 12 سنة رجعت هيك تحيا بقلبك. هلا عم عيش للحياة انا. هلا بلشت تعيش الحياة. رح نحكي عن هيدي المرحلة، بس لكمل شوي مع ريتا. طلعتي ريتا عمر شربيل. أنا طلبت بتحبك ريتا، دمعوا عيونها على الحديث. أنا طلبت من شخص إنه يطلع عمر شربيل معنا بالجمعية ويفهموا على الطريق إنه يبعد عن المخدرات ويبعد عن الكحول ويحكي، لأن أنا دايماً عم بحكي بركن غيري كمان بيساعدني، ولحقته أنا بالسيارة، بس هو ما كان عارف وين رايح ولا عارف إنه أنا لحقته. نعم. وصلنا عمر شربيل وصلت قبله، ووصل جورج بس شافني كثير تفاجأ، وقلت له احكي معه.
فوقف وانا صورته هيدي الصوره لان كنت اكيده حيكون في خلاص لقدام حيكون في حياه جديده وحفرجيه وين كان. فحكي معه وبوقتها سالته شو قلت له، ما قال لي، كان عندي حشريه من فتره خبرني شو قال له. وقعدت انا وجورج وصرنا نحكي فوق بمار شاربيل، صرت فهمه ورجع عاد له نفس الحديث، يعني يمكن انا شي 2000 3000 مره عيدت له نفس الحديث لجورج وقال له هيدي الحياه شو بدك فيها، والحياه كثير حلوه وبهيدي الجمعيه حتقابل كثير ناس وحتساعد معنا، وانت هيك بهالحاله ما حدا بيشغلك، انا بقبل ان تكون معنا بس انه بدك تكون واقف على، يعني صرت انصحه كثير لجورج ما بينساهم كل حكياتي، ووعدني وقال لي اوكي. وعلى فترة 22 يوم بقي جورج كتير تمام. لهونيك نهار حمل حاله وفل من الجمعية. قبل ما يفل شفته أنا قلت له جورج أنا فل، بليز انتبع على حالك. كنت ما كتير بوثق فيه. رح أعطشكم. شو صار معك جورج بعد 22 يوم؟ 22 يوم على القد. نعم. ريتا كانت فل مع عائلتها. قام طلعت على البلكون أنا. قلت لجورج تبع حالك، قلت له ما تعتلها. انت جارهم ولا البلكون تبع الجمعيه؟ البلكون الجمعيه. جورج نايم بالجمعيه، عايش بالجمعيه. عم بيعيش عندك. صح. اوكي. قلت له ما تعتلها روحي. قام انا هون شافتني قبل بوقت قالت لي شو بك حايص؟ كنت عم بروح وبجي على البلكون كثير. شو بلش يجيك افكار؟ خلص بدي اياها، بدي اشرب. تطلع على بالك. ايه. طب ما تقول انا وعدت مار شاربيل، وعدت يسوع اني وقف. جايك بالحلك شو صار؟ نعم. طلعت على الاوتوستراد اخذت سيرفيس نزلت على صبرا. بتعرف هونيك تجار؟ ايه. جبت سيجاره انا وجايه على الطيونه، بيكونوا فلين دوريات الاستقصاء، اثنين دوريتين بيكونوا فلين. نعم. بيطلع على المرايه هيك بقول له روق روق للشوفير، بيفتح الباب بينزل علي. اف. بيفتح الباب بينزلني بقول لي علي ايديك. يه ومعك السيجاره؟ مرحبا من هون. ما شارب الباب. ما نبشني، ما حط ايده لهون ولا هون ولا شيء. أوف. قال لي علي ايديك، سحب لي اياها من هون. قال لي ها هي. وما وقفك؟ بلا. وقفوك. شو كان؟ شو فكرت بهاللحظات؟ يعني حسيت شيطان جربني وغلبني وما شرب ما قبل. ما قبل. ما قبل ياخذها. ما قبل اخذها. وقف. بس قليل ينزل يوقفك من السيارة. ايه كان فعليا كان معه اثنين شباب. كان معه اثنين شباب. صح. قعدوني فوق واحد. كانوا فعليا خلص خلصت الدورية. مش قليل. كيف عرفت انه توقف؟ جورج اول ما توقف دقوا لي لقلي قبل ما يدقوا لي. هيدي ثاني مرة سجن؟ ما هو هي ثاني مرة سجن لإلك؟ لا اكثر. كان اكثر. كم مرة توقفت؟ ما بينعدوا شكل. سبعة. عم بفكر فيهم. لا لازم هو يكون فخور لان قدر طلع من هالشيء وصار بنعمة يسوع. طبعا دقوا لي قالوا لي ريتا جورج توقف. قلت لهم شو جورج توقف؟ ما استوعبت لان احنا كنا طالعين على مار شاربيل وكان عندي كثير ايمان فيه، وكان جورج له 22 يوم مش اخذ شيء، كنت عم بعد له اياهم انا. قلت لهم شو عامل؟ قال كما شو قصه 1 2 3. ما صدقت انا، قلت لهم انا اكيد انه جورج كان نازل تيجيب، بس جورج انا اكيد ما اخذها، مار شاربيل قاصصه وخليهم يكمشوا لإله هيك بالحرف الواحد، انا ماني عارف شو صاير تما ياخذها. صاروا يتمسخروا علي، صاروا يشمتوا فيي ويقولوا لي نحن قلنا لك ونبهناك وسقتي فيه. قلت لهم ما حدا يجيب سيرته لان جورج انظف من كل سوري يعني من كل الناس، يمكن هذا الانسان بيتعاطى علنا بس يا ما في ناس تعمل كثير اخبار منها منيحه يعني ببيوتها، بس هذا الانسان ما حدا يجيب سيرته. ليه بيعتقدوا الناس انه خلص بينوسم اللي بيتعاطى؟ يعني ما عنده قلب طيب، يعني شرير. ليه ما بيفصلوا بين القلب الطيب وبين العاده السيئه اللي تعلمها ومش قادر يطلع منها؟ لا انا بدي اقول لك شغله، الانسان ظالم بحكمه على الاخر ظالم بدين. انا يمكن قدرت استوعب انه هذا الانسان عنده طيبه قلب، بس عنده علقان بخصله بشعه. مزبوط. لو ما انا طلعت في هيك ما قدرت ساعده. طبعا ما قدرت ساعده، ما قدرت اوقف حده، تعذبت كثير. وسعيتي للطلعيه رجعتي؟ لا مش انا صراحه، حدا من اهله ساعده اكيد، واصلا ما كان عامل شيء يعني ما كان اخذها ولا شيء وكان معه شيء بسيط، بس ظهر خبرني نفس الخبرية اللي خبرتها أنا للناس إنه جورج مار شاربيل جرب مار شاربيل منعه ياخذها
قاصفه وحطه بالحبس. نعم. لأن الشرير شافه ماشي صح جربه، بس ما شابه ما خلى ياخذها. نعم. تركه نضيف وخلى هالشاب، الله يقويهم بوجههم التحية، خلى هالشاب ينزل ويشيل السيجارة من جيبته الصغيرة، مش انه تفتش مد ايده دغري على الجيبة الصغيرة، ما بعرف دخيل اجرك كمان شارب. ومن وقتها لهلا ولا شيء. قد ايه صار لك؟ رح يصيروا تقريبا ست اشهر. ست اشهر. هيدي العلاج تبعك. علاج من قديس، من اعظم القديسين بلبنان والشرق. علاج ايماني، علاج ما بيعمله الا الرب يسوع. مظبوط. امين. امين. نحن بنقول هللويا للرب يسوع. يعني في كثير بفوتوا على جمعيات متخصصه بانه يعملوا كثير. ايه طبعا، سنتين وثلاثه وما بيطلعوا من هيدا المحل. مظبوط. انت عندك الحريه تطلع وبدها توثق فيك ريتا انه ما رح تروح بارادتك تشتريها او تاخذها. مش معناتها انه ما بقى تطلع على بالك، اكيد بعدها بتطلع على بالك. لا ولا شيء، ما بحس بشيء. ما بقى بتحس بشيء ولا شيء نهائيا. ما بفكر فيها، ما بتطلع يعني على بالك. يعني ما كانه هالانسان كان بيتعاطى. طيب لما شفت اختبرت قوه يسوع بحياتك، كيف بلشت تتقرب منه؟ شو الخطوة الأولى اللي عم تعملها لتتقرب من يسوع؟ يعني بشوفك معلق المسبحة برقبتك، في ناس بعلقوها حماية إنه هيك حميني يا رب. أنا هلا صرت عم صلي عن جديد. نعم، بلشت تصلي المسبحة. حلو. بتصلوها بالجمعية؟ لا، ما عنا، نحن بنصلي يعني ما عنا وقت بالجمعية نصلي، لأن كل الوقت خدمة، نوصل خدمة ومن في المهترين، بس كلنا بنصلي ببيوتنا. نعم. وجورج أنا دايما بوصي إنه صلي قبل ما تنام. نعم. العمل اللي عم بيقوم فيه، يعني جورج كتير أوقات بيشوف الختيارية مثلا، الناس المحتاجة اللي أنا ريتك تتمسخر عليهم، عم بيتشقف قلبي عليهم. يعني صار عم بيحس، صار في بقلبه في إحساس، صار في عنده رحمة. الله بدل قلب القاسي اللي بقلبه، بدله بقلب رحمة، قلب محبة. صح. محبة طاهرة، ما بدها مصلحة. يعني جورج ما فينا نعتبر انسان، بس يصير في شفاء يعني كل شيء انتهى. نسمع ترتيله ومنتابع اخر فقره مع بعض. حرقت بيا دمعتي وعيون سهراني.
من عمري ضاع الحلم. شو بدي احكي تحكي يا ربي على أهلي وإختي وخيي، شكراً على هالجمعية. سعادة السما حقيقة مش وهم ولا خبرية. جورج، هلا كيف صارت خدمتك؟ يعني صار عندك مرحلة صلاة لحتى تقدر تثبت ما يطلع عبالك الإدمان بقى والتعاطي، وبالمقابل مع الصلاة في الخدمة، وإن شاء الله تكون كمان هيك ريتا تساعدك تحط بدربك أي كاهن يرشدك لتتعرف على يسوع أكثر ويقرأ لك تقرأ تسمع الإنجيل، لأنك يعني ما بتعرف تقرأ. قلت لي ترك المدرسة صغير، يعني أنت ما رح تقدر تقرأ الإنجيل لوحدك، بس انا كمان تسمحي لي انصحه انه في ابلكيشن على التليفون بتقدر تطلعها بتسمع الانجيل سمع بدون ما تقراه. بس سري بلقت عن حديثك جورج، كان ما بيعرف يقرا ويكتب، بس جورج بالحبس طلب قلم وورقه وصار يستعين بالاصحاب اللي معه هلا بيقرا وبيكتب. عظيم، صح، هذه خطوه مهمه. هلا على هو علم حاله بحاله، صرت تعرف تقرا اقله. وخبرني الشغل الخدمة بالجمعية، كيف كنت تتعاطى مع الختيارية اللي بيجوا على الجامعة؟ ساعدك ريتا؟ يلا ريتا. جورج بروح أنا وياه عند الختيارية، منفوت منقدم أكل منقعد منتسير معهم. هو عم بيكون كتير مبسوط، عم بيقولي أنا مرتاح يعني. وحتى بالجمعية بيجوا لعنا ختيارية، بيجوا لعنا ناس محتاجة، عم بيسمع أخبارهم، عم يسمع مشاكلهم، عم يجي لعنا ناس كمان شباب كان جورج يعرفهم بالفترة القديمة من حياته، نحن عم نساعدهم يعني. حتى عم يجي كمان شباب بتاعته كان يعرفهم جورج، وهيك هو هلأ صار عم ينصحهم أنه أنا لكم سرت وبعده عن هيدا الشيء. نحن ما خصصوا مركزنا بالإدمان ولا بشيء، بس انه جورج حالة استثنائية كانت لنا، وعم بيكون كتير مبسوط بكل شيء يعني. وبيقعد بيطلع بيقول انه انا وين كنت ووين صرت، وعم بحس بوجع الغير، صار عم بعيش وجع الغير، عم بعيش فقرهم ووجعهم. يعني انا وين ما اكون جورج بيكون، يعني انا قد بيقطع علي بنهار شوفات اخبار حالات. بتزوروا بيوت؟ بزور بيوت الناس البعيده، بنطلع نياع بقى على زحله، على تنورين، هل قد موسع على الخدمه، على عكار، على جبل محسن، على طرابلس، كلهم جورج بيرفقني فيهم. تهو يطلع، هو طلع بس تيطلع اكثر من اللي فيه، وبدي اياه يحس بالناس، وبدي يشكر ربنا ويعرف انه هو وين كان وين صار. دائما بس يجي حدا لعنا بقول له شو بقول لك، بس يجي حدا لعنا بقول له شفت، طلع شكر ربنا، شكر ربنا وين انت، يعني ربنا اعطاك عيلة. يعني انت عم بتشوف ناس وضعهم اسوأ من وضعك بكتير، بس تطلع تزورهم ببيوتهم، شو بتفكر هيك تجاههم؟ بيشكر ربنا، بيقول انه الحمد لله انه وين كنت وين صرت، وبعد انه ليك في ناس يعني منا عايشة، انا ربنا عطاني وبعد عندك مشوار جديدة. يعني صح، هيدي بداية. بعد عندنا ربنا مشوار طويل، فرصة جديدة انه يوقف على اجري، لان بده منه شيء لجورج.
بتشوفي انه للمستقبل ممكن مثلا يدخل اي مكان؟ لا لا، يتعلم مثلا مهنه تنقول؟ ليك انا هلا مبدئيا اول شيء بشوفه جورج احلى شاب بالدنيا، وكثير فخوره فيه. لا ما بحس انه بده يتعلم شيء مهنه، بس بحس انه مكفي معنا بهيدا العمل، لان اكيد هيدا العمل ما له نهايه اللي نحن عم نقوم فيه. طالما الجمعيه مستمره جورج مستمر معنا، انا ما حتخلى عنه. واكيد لقدام شوي اذا هو بحب ما بعرف يمكن يفوت على الدوله او شيء، ما بعرف هو القرار لانه، بس هلا جورج معنا ان شاء الله. جورج شو بدك تقول هيك للشباب اللي بيغرقوا بوحل الخطيه، بيغرقوا بالادمانات، ان كان على الكحول لانك عندك الاثنين، وان كان على المخدرات؟ بدك تقول لهم شوفوني مثلا، شوفوا شو، اسمعوا قصتي، شوفوا شو تعذبت. شوف وين كنت وين صرت. ان شاء الله ما بضل ولا شاب مبني. هالقد الوجع صعب؟ مؤلم جدا كثير. كم مره هيك بالليل انت وقاعد مع حالك بتحس بهيدا الوجع؟ كم مره بتبكي؟ قبل، هلا بطلت فكر فيهم كلهم، تخطيتهم. نعم، ما في شيء بهزني بقى. بتجرب تهرب من الشباب اللي بتعرفهم بيتعاطوا؟ ما بقعد مع حدا او ما بتقعد معهم؟ ما بقعد مع حدا. بضل عايش بالجامعة. كل هلا تركيزك على شغل. الخدمه. آه. ان شاء الله لما تحس حالك انك تحسنت نهائيا ورجعت لك الحياه، نحن بعدنا عم نعمل معك المقابله، وانت عرفت ما بيقولوا جديد طالع، يعني عامل ولاده جديده هلا مباشره، يعني بعد محلك حتى تثبت، بس متمنى لك انه تثبت، انك بوقت اللي ترتاح ما ترجع تسمح ابدا لهالشهوه ترجع لك، شهوه التعاطي باذن الله. وتضلك ممسك بيسوع هيك مثل ما حاطت شعارك طريقنا السما، تضلك هيك عايش بالملكوت. واكيد مشكوره ريتا لانك وقفتي حده، مش لقلل الرب، انسانيا كأخت. نعم، انت استجبتي لنداء الرب، ونشكر الله عليك وعلى كل خدمتكم بالجمعية. يعني انا اكيد هيك بدنا نتوجه لكمان كل المشاهدين ونقول لهم انه ما في مستحيل مع الرب، المهم انه انا يكون عندي الخطوة الاولى، عندي هالارادة انه اقول نعم للرب، انا عبدك، انا ابنك، طهرني، حررني، كسر قيود الادمان والتعاطي اللي فيي. وان شاء الله هلا عم نحكيكم صلاه لكل مشاهد بيتعاطى معنا، تتكسر بهاللحظات بقوه الروح القدس كل قيود اللي مخليته ما يقدر يطلع ويتحرر من ادماناته. انا بتشكركم، وان شاء الله بحلقات مقبله تكونوا دايماً عم تستفيدوا من كل شهادات الحياة اللي عم بيعطونا إياها أشخاص عانوا من ألم نفسي كبير بسبب الخطية. والله معكم.